ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل اكله كده خفيفه وبسيطه. هنا بطاطس انا قطعتها وغسلتها كويس قوي وحطيتها في ميه. هحط طاسه على النار فيها زيت. هنا عندنا الزيت سخن، هنزل كده بالبطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا معايا البطاطس اهي لسه بتتحمر، على بال ما احضر الطبق التاني. البطاطس بتاعتي هي اتحمرت، هطلعها على ورق مطبخ. عندي هنا بصل متقطع وطماطم متقطعة، وهنا عندي جبنة قديمة. انا ما بحبش الكمية كتيرة، ده انتوا حابين تزودوا زودوا. وبحط عليها عصرة ليمونة. بجد جربوا كده الطريقة، يعني ديت بتديها مززة وطعمها جميل جدا. ايوه، هننزل عليها كده بالطحينة. هنا الطحينة ايه بعد ما خلطتها كده بالجبنة، هننزل عليهم كده بالطماطم والبصل.